ننتقل مباشرة لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي الذي يعقده الوزير جبران باسيل ويتناول فيه التطورات المتعلقة بقانون الانتخابات. حالات موجودة بكتير بلدان من العالم، يعني نحن مش فرنسا فيها 8-9% مسلمين و10 يمكن، ولا نحن سوريا فيها 8-9 و10% مسيحيين. لا المسيحيين بدهم لبنان يكون مثل فرنسا، ولا المسلمين بدهم لبنان مثل سوريا او مثل العراق او مثل قيمة لبنان وفرادته بهيدي التوازن والمناصفة يلي فيه، لانه مليونين مسلم ما رح يعملوا الفرق بالعالم على مجموع المسلمين، ولا مليونين مسيحي رح يعملوا الفرق على العالم المسيحي. وجودهم مع بعضهم ببقعة وحدة من العالم بهالتوازن، هيدا هو يلي بيعطي لبنان الرسالة. ونحن هيدا شيء دفعنا ثمنه كتير بخلاف مسيحي مسيحي ضد ناس كانوا مع أفكار التقسيم أو ما سمي بالانعزال أو أفكار تانية. فهيدي مسلمة يقولها، ما حدا بده لبنان غير بهالصيغة هيدي الفريدة. اثنين، نحن بدنا الدولة القوية المركزية، لأنه هي ملجأ لألنا لكل اللبنانيين، خصوصا لما ما بيكون بالدنيانا بسبب المخطط الخارجي. هالمخطط يلي من جهة بده يهجر المسيحيين، ومن جهة بده يخلف المسلمين ببعضهم سني وشيعة. الشيء الطبيعي ان نحتمي ببعضنا. اذا رحنا نحتمي ببعضنا كمسيحيين منروح على الانعزال وعلى التقسيم. اذا رحنا نحتمي ببعضنا كمسيحيين مسلمين منصفي عن نمنع من هيدا الشيء. برهان ورقة التفاهم بيننا وبين حزب الله يلي ما هدفها الا هالتناغم هيدا، كمان بيتحارب وبينمنع لانه بدهم يتركونا اجزاء اجزاء مشقفين. كل مجموعة بتلطي بحالة، بتلطي عند طايفتها، وبعدين ماشي عملية النتش من بعضنا. النتش ماشي بكل شيء بلبنان، بالحقوق، بأي موضوع، حقوق عمال، حقوق مواطنين، بالخدمة العادية، حقوق التمثيل، كل واحد بمد ايده على التاني. بهالسياسة النتش القائمة نحن منصر أكتر على انه حمايتنا هي الدولة، ما في الا الدولة والدستور. ثالث مسلمة، نحن تيار سياسي علماني من آمن بالدولة المدنية، ولأنه نحن هيك عارفين انه اساس فكرة المواطنة هو انه الانسان قيمته بمواطنيته مش بطائفيته. انما لما عنا دستور وقوانين تحمي الإنسان بطائفيته، هما بنحكي عن مناصفة بالدستور أو مناصفة بالفئة الأولى أو، وهذا شيء مكرس بالدستور. ومنشوف إنه بدستور حامي هالجزء هيدا عم بينمس فيه، كيف بدك واحد خايف تاخديه على مشروع أوسع؟ ما في التطمينات ذاته، تطميناته المواطنية، والمواطنية شايفين الوطن كيف عم بيصير التعاطي معه. فإذا نحن بدنا نطمن المسيحي والمسلم إنه كل واحد حقوقه محفوظة، تنقدر من خلال هالدستور نطوره وناخده على المجال الأوسع. ما فينا هو ومظلوم بشي يفترض إنه حامين نقول بدنا ناخدك على شي هو حامي أقل. فإذا بهالشي هيدا بنتقل تقول انه نحن كيف تطورت الامور بلبنان. بلشنا اول شيء بلبنان المساء والريزون داتر تبعه، علة وجوده ووجود المسيحيين فيه بهالبقعة من العالم، وهيدا اهميته. طيب اجوا المسيحيين بالاول، كنا 54 بمجلس النواب مسيحيين، 45 مسلمين. صلاحيات واسعة كتير لرئيس جمهورية، وعشنا بظل فترة ما يعرف بالمارونية السياسية. اجت بعدين الحرب صاروا المسيحيين يطالبوا فيها بالسيادة
والمسلمين بالصلاحيات. مش معناتها هيدا ما بده هي وهيدا ما بده هي، بس هيك راح حرب خارجية أسبابها خارجية إنما مكوناتها داخلية، انتهت بالآخر بفعل القوة والفرض وباستعمال الخارج، قوة الخارج. إجا ما عرف بتسوية الطائف، خسروا المسيحيين واللبنانيين كلهم السيادة، وأخذوا المسلمين الصلاحيات أو مزيد من الصلاحيات، راحت معظم صلاحيات رئاسة الجمهورية، ورحنا من 54 إلى المناصفة بقلب مجلس النواب، على اعتبار أنه هيدي مناصفة فعلية. نعرف كتير منيح أنه وقتها اعتقد البعض وقال البعض انه اشكروا ربكم خطوا النص، وبيزهنوا انه هيدا النص يعني بعدين بنشوف كيف نتعاطى معه، انما رحنا على دستور واضح فيه مناصفة وهيدا تسوية الطائف. طيب بعدين بقوت النار وصلنا على هيدا الشيء، راحوا الصلاحيات كما قلنا، مناصفة صارت تم التعاطي معها انها شكلية انها منا فعلية، وصار يصير في عملية تفريغ لها من معناها. أول شيء رفع عدد النواب من 108 إلى 128، ومعروف هو العشرة اللي نزادوا بالأكثرية بالغالب نحطوا أقليات مسيحية بأكثريات عائمة حولها، تا ما عادوا هو العشرة بمعظمهم برجع بقول فعليين. وحصل شيء كمان مش سليم بجهة المسلمين. بعدين رحنا على مرسوم التجنيس، مرسوم التجنيس يلي جنس مئات ألاف وصار في لعب فيه بالتوازن الديموغرافي، تبعدين يجوا يحكونا بالعدد. يلي بيعمل مرسوم التجنيس ما بيحكي بالعدد، وهون بكل محطة من هودي أكيد في الخارج وفي التواطؤ من الداخل من قبل بعض المسيحيين اللي مصلون بكل محطة في إلهم وجود، بالطائف بال108 لل128 بالتجنيس. بعدين رحنا على التوطين، توطين وبتعرفوا الخبرية الشهيرة تبع الرئيس الحريري بشرق صيدا وبجزين والمشروع اللي كان عم ينعمل هنيك وانتمر، وفكرة انه التوطين واقع قائم والغرض الداخلي من وراه بلعبة الدين كيف تسكيره وبما ممكن أن يرتجى من خلال هيدا التوطين بالتوازنات الداخلية. بعدين رحنا على تفريغ المناصفة من معناها الحقيقي قلب مجلس الوزراء. مجلس الوزراء قايم على المناصفة، شو صرنا نعمل لما يكون القرار نص بنص؟ صرنا نفرغ الوزارات من مضمونها عبر هيئات وصناديق ومجالس نتبعها برئاسة الحكومة. يصف الوزير، وأنا قيل للي هذا الكلام بشكل مباشر من قبل رئيس حكومة سابق رئيس سنيورا، أنه شو قيمة وزارتك بس يصير فيه الهيئة الفلانية، خلص بتصف هيكل. وهيئة الفلانية معروف وين مرتبطة، كن في عنا هيئة مرتبطة بمكان تاني. فإذا رحنا على تفريغ معنى التوازن الوزاري، رحنا كمان بقلب مجلس النواب على تفريغ المناصفة من معناها، لأنه صرنا ايه اذا اعترض فريق تنقول المستقبل بقلب مجلس النواب منقول خلص في فريق ميثاق اعترض بنوقف، بس اذا اعترض فريق مثلا مثل التيار الوطني الحر هو عنده 73% بال2005 عند المسيحيين، منقول لا مش كل المسيحيين اعترضوا انتم مقصومين. صرنا بهالمناصفة الشكلية يصير في مجموعات مسيحية بقلب مجلس النواب، ايه ما في بقى اكترية وحدة جامعة وممنوع يكون في اكترية وحدة جامعة، ونتحجج فيها بقلب العمل النيابي بكل معاييره. بعدين رحنا على تفريغ الادارة من المناصفة بعمل مبرمج ومنهج. هاي الإدارة إلى بوابة، صرنا فوت الناس من شبابيكا، تعرفوا شو استعمل قضايا مستخدمين وأجراء ومياومين وفاتورة
وبعدين يلا وينين سبتون صرنا نعمل هيدا الاختلال ونكرسه، فصار في قناعة عند المسيحي انه ما عنده محل بالإدارة. بعدين رحنا على ضرب المسيحيين اقتصاديا وماليا، والأمثلة كتيرة. أكتر شيء يمكن بتذكروه اللبنانيين موضوع الحريري والوكالات الحصرية. مش بس بالممارسات صرنا نعمل هيك، صرنا نروح على تشريعات وين في الصناعة وين فيها المسيحيين ضربوا الصناعة بشكل مبرمج منهج. إنه لبنان، وأنا قيل لي هذا الكلام كمان من قبل رئيس حكومة اللي هو رئيس سنيورا، لبنان بلد مش للصناعة. شو بدنا بالصناعة؟ طب مش صناعات تقيلة، مش عم نقول رح نعمل يورانيوم هون، فالصناعات متوسطة وخفيفة. ليه مش بلد صناعة والإنتاج الفعلي فيه؟ ضربوا الصناعة. بكل هودي رحنا إلى تهجير المسيحيين مادياً ونفسياً من البلد. هاي الهجرة النفسية هي أخطر شيء. إيه؟ ضلوا متمسكين بفكرة الدولة بس ابتعدوا عن الوطن، ابتعدوا عنه بالجسد بقسم كبير وبالروح بمعنى تاني. طيب هيدا الشيء كله مثل ما قلنا صار بتواطؤ من قسم من المسيحيين وبتخاذل من مجموع المسيحيين، وصلنا بحالات الأحباط كلها يلي بتعرفوها. تجينا على سنة 2005 وراحت الوصاية، يعني الشيء يلي كان ألغى السيادة وكان يتم التحجج فيه انه هو يلي عم بيفتعل هيدا الأمر بموضوع الصلاحيات والتوازن راح. يفترض معه انه بترجع السيادة من جهة، ومن جهة بيرجع التوازن الوطني. شو جينا شفنا بال 2005؟ اول عمل اقرار قانون غازي كنعان ذاته بال 2005. من بعد ما راح غازي كنعان شفنا حكومة التحالف الرباعي كمان باقصاء المسيحيين، استلحقوا حالهم بعدين صار خماسي وسداسي. شفنا من بعد حكومة السنيورة الاولى بعد 2005 يلي فيها شو تمثلوا المسيحيين؟ بواحد يمكن للقوات، واحد للكتائب، اثنين او ثلاثة. وبعدين كله فرطات. هيدا حكومة الاستقلال، والمسيحيين يلي اخدوا 73% برا، ومشي البلد ومشيت الحكومة. بعدين شفنا انتخاب رئيس جمهورية بالرغم من رأي 73% من المسيحيين، منجيب رئيس جمهورية بحجة انه انتم المسلمين المسيحيين مش متفقين. للمسلمين كلهم سوا متفقين على رئيس الحكومة او على رئيس المجلس النيابي. اجوا بأكترية معينة لا هيدا الشيء يمنع. شفنا استمرار لنفس النهج بكل شيء. وبعطي مثل موضوع تملك الاراضي، شراء الاراضي وتملك الاجانب، يلي بسنه واحده من حكومه السنيورة مرق 268 مرسوم تملك بسنه واحده. نحن هلا شوفوا مجلس وزراء كل شيء 3 4 اشهر تيمرق مرسوم بيكون محق من وقت ما جينا على الحكومه. هيدا غير الاراضي اللي برا، بتعرفوا مجلس وزراء ما بيجي الا اللي فوق 3000 متر ويلي مش مزعبر جاي بالطريق الشرعي. طيب وصلنا على 2009. بال 2009 قبلنا بقانون الدوحة، قانون الستين، على اعتبار واضح كنا رايحين من مستوى تمثيل واطي كتير بقانون غازي كنعان. قلنا معلي لمرة واحد ال 2009 نعمل على اساس 60 بنرتفع لل 20-30، وهيدي مرحلة نطلع بعدها بال 2013. جينا بال 2013 باختصار طرحنا بالاول نحن النسبية على اعتبار انه بنطلع لل 40-50، هيدي مرحلة تانية اضافية، وانطرح موضوع الارثوذكسية اللي بيجيب ال 64 بالكامل والمناصف الفعلي. لما التقيوا المسيحيين او الموارنة ببكركة نحط خيار اول الارثوذكسي، خيار تاني النسبية بدوائر متوسطة، على اعتبار انه يتأمن شريك مسلم على الارثوذكسي
ما حكينا بإجماع المسلمين؟ مش هيك اتفقنا مع بعضنا أساسا؟ قلنا كل واحد من مالته بجرب يجيب حليفه على هيدا المشروع يلي أجمعوا عليه المسيحيين. شو كانت الحجة على طول؟ أنه أنتوا المسيحيين ما بتتفقوا. طيب اتفقنا، يجي حدا يمشي معنا؟ إجا مشي معنا فريق من المسلمين لحد هلأ، وصار في الشغل على الأفريقاء التانيين. طيب بعدونا لا نرجع له الموضوع، إنما شو إجا الكلام المقابل؟ إنه لا صار بدنا هلأ إجماع المسيحيين. مين يعني إجماع المسيحيين؟ إنه كل واحد بيطلع على الإعلام أو بيمثل، مش هون النقاش، اي حدا صار بدنا نقول بكركي ضد هذا الموضوع، هو الاتفاق صار بكركي برعاية بكركي، صار بدنا نخلخل مثل العادة بهذا الاتفاق وبهذا الاجماع تا نخربه. طيب مين اللي بده يخرب هذا الموضوع؟ مين يلي رافض المناصفة الفعلية؟ اول شيء المستقبل، لانه هو صاحب هيدا المشروع الحقيقي، مشروع الاقصاء، ومن وراءه بالخارج، من وراءه بالخارج من خلال المال، المستقبل بقلب البلد من خلال السياسة، والتكفيريين من خلال القتل والسلاح. هودي بيكملوا بعضهم تيعملوا مشروع الاقصاء والابعاد، نفسي او المادي والجسدي. اثنين، الوسطية بكل مكوناته وكل واحد لظروفه ولأسبابه، إنما الهدف واحد، إنه يكون في كتلة مرجحة تقدر تعطي هي الأكترية لأي فريق من الفريقين. هيدا شيء مشروع، لأنه إيه شو بيمنع يكون في بالبلد قوة ثالثة ورابعة وخامسة؟ ما في شيء يمنع هيدا الأمر، بالعكس. إنما حذار إنه كمان في من ضمن مكونات بدها تاخد برفض مشروع المناصفة الفعلية، بدها تاخد لشي اللي مش لقلها. يعني هذا المشروع ما بيقول للدرزة ما تتمثل مثل ما لازم، ولا للسنة هذا الشي، بس ما تيجي تاخد من عند غيرك وتضلك تبرم تبرم تتركب قانون تنتفخ فيه وتاخد أكتر من حجمك الحقيقي. وإذا بتمثل عند غيرك ما في شيء بيمنع، بترشح عند غيرك وبتاخد. طيب الفئة الثالثة هن المستقلين أو الفتات، ومش عيب واحد يكون مستقل أبدا، إنما مجموعة مستقلين مجموعة فتات يمكن بتعمل مجموعة كبيرة بتبين عن حالة بالانتخابات أو لا. الخلفية كمان إنه كل واحد منهم بيمثل بلدته أو الحد الأبعد منطقته، وبيشوف انه بمشروع كبير ما بيعود له محل على الخريطة، ما بيعود مبين على الخريطة، راكد بس بده يقول لا انا بدي محل. هلا ما بيمنع انه يكون في عنده محل بتفاهمه مع حدا تاني، اذا جمعوا بعضهم وعملوا قوة كبيرة ما بيمنع، بس المشكلة مش هون. المشكلة انه هود الناس ذاتهم هن منلاقيهم عطول عرابين الخيانة، وللأسف عرابهم من المنطقة من عنا بيوقفوا عطول على كوع الخيانة. وقفوا أول مرة على كوع الطائف وخانوا، وقفوا على كوع المقاطعة المسيحية إذا بتتذكروا، قسم منهم بال92 وقسم منهم بال96 وخانوا، وقفوا على كوع التجنيس وقعوا مرسوم التجنيس. ما توقع بلا مسيحيين، بلا رئيس مسيحي. وقفوا على كوع غازي كنعان، قانونه سنة 2005 طلعوا عبكركي ورفضوا ونزلوا على مجلس النواب بالجلسة الشهيرة باللجان النيابية المشتركة وخانوا. وقفوا على كوع انتخاب الرئيس بالنصف زائد واحد، بتتذكروا؟ تتذكروا مين طلع أكتر شي نظر منهم إنه لا بيسوى نمشي بالنص زائد واحد؟ هيدا دستورنا واضح بهيدا المجال، وبدهم يمسوا بهيدا الشغلة يلي فيها تعدل بالدستور، بس
وقفوا على كوع بيع الأراضي. كل مرة في بيع أراضي بس بدي حط واقعة واحدة. أنا لما انطرح بمجلس الوزراء كان كل مرة قانون تملك أجانب ينطرح مرسوم، نحن نرفضه بالتكتل. طبعا الرئيس سعد الحريري يكون مع تحت حجة أنه نحن عم نهشل الاستثمار، مين يوقف معه ويقتلنا ويحرجنا أنه لا شو دخل؟ هو الوزراء المسيحيين، وعلى رأسهم وقت جبل صنين 800,000 متر، جبل صنين هذا اللي بوشكن هون عم بيروح لسعودي بحجة مش لأنه سعودي، لأنه مشروعه مضاربة عيارية واضح بالملف، ما له حق بالقانون. مين وقف بوجنا؟ زيته يلي قدم القانون ممنوع المسلم يبيع مسيحي والمسيحي يبيع مسلم. نحن عم نقول يا خيي نحن مسلمين مسيحيين بين بعضنا بقلب الوطن، ما بدنا الأجانب مثل كتير من دول العالم يجوا يشتريوا لنا أراضينا لأنه بلدنا صغير. المزايدة برا بالإعلام بيقول ما بدي مسلم يبيع مسيحي ومسيحي يبيع مسلم، وبيجي هلأ عم يرفض القانون الأرثوذكسي قال لأنه المسيحي بينتخب مسيحي والمسلم بينتخب مسلم. ليكو التناقض. وهلأ آخر كوع خيانة وقفوا عليه، وهذا ما تنطرون على كوع تاني لأنه ما بيطلوا ما بيتجمعوا باسم المستقلين إلا ما يكون فيه كوع خيانة. هلأ وقفوا على الكوع الحالي عندما أجمع القوى الكبرى المسيحية على قانون بأمن المناصفة الفعلية، وزيتهم زيت الأسامي زيت العائلات، إذا مش هو الابن ما بيضيعوا بتلاقون على زيت الصورة. طيب شو الأسباب المزعومة تبعيتهم يلي يقولوا عم بيقولوا عم يرفضوا القانون؟ أول شيء اسمه، هيدا القانون الأرثوذكسي كيف أرثوذكسي، بعد شوي صار اسمه قانون الفرزلي، تيقولوا انه قانون يلزقوه بجهة داخلية او خارجية تانية. هلا مشيت البروباغندا قانون الفرزلي، نحن منقلكن هيدا لا قانون أرثوذكسي ولا قانون ماروني، هيدا قانون النسبية عند الطوائف، هيدا قانون المناصفة الفعلية. طيب الحجة التانية قال بيفضح العدد، انه بكرة لنقول الاشياء مثل ما ما حدا يخوفنا ولا يعملنا انتميداسيون انه بده ينفضح العدد، كأنه نحن مش عارفين انه صرنا بواقع ديموغرافي نتيجة اللي انعمل وعم بينعمل من مرسوم التجنيس. وهلأ بالنازحين بيجمعوا علينا عنصريين، ليه؟ لانه بده يكفوا المشروع. ما بنعرف انه صرنا 60-40، عارفين انه اليوم على ويا الشطب 60%-40%. قال هيدا القانون إذا اتطبق بيطلع السنة والشيعة ب 16-17 ألف صوت، بينما الماروني بيطلع ب 12-13 ألف صوت، ببين الفرق. إنه هيدا الفرق ما عليه يبين، كيف نعوض عنه؟ إنه نخلكم نواب اسمهم مسيحيين وعالتذكرة مسيحيين، بس نحن منعيين لكم إياهم، هيك ما بيبين الفرق، هيك نضحك عليكم 64-64 بس هيبشينهم من محل تاني. فضح العدد هلأ، وانتبهوا رحنا على المثالثة، اف خفنا. طيب ثلاثة طائفية، قال هيدا فيه طائفية القانون. طيب نحن دستورنا مش هيك؟ نحن وقعنا بالبلد مش هيك؟ مش اذا بنجي بدنا نشيل مدير عام لانه ساري لانه مخالف القانون بنقام علينا انه لا طائفته فلانية ما بندق فيه؟ هيدا مش طائفية. هلأ الطائفية ما بتنلغى بالبلد الا بالتمثيل الصحيح، يعني كل مرة بتدق القصة بتمثيلنا نصير عم نحكي طائفية؟ مش شايفين الطائفية بكل بشاعتها ومظاهرها إلا طب ما دستورنا بيحكي إنه بنتمثل نص مسيحيين نص مسلمين، ورئيس الجمهورية شو طائفته ورئيس المجلس شو طائفته ورئيس الحكومة شو طائفته. طيب قال ما في مساواة، الشغلة الرابعة، قال ما في مساواة بهذا القانون. ليه بالقوانين اللي قبل في مساواة؟ بشو؟ بمعيار كم ناخب بينتخب النائب؟ بمعيار كيف التنوع؟ بمعيار المناطق؟ طب ليه اليوم المساواة وين شايفينها؟ بالكهرباء؟ بين المواطنين اللبنانيين؟ بالمي؟ دفع الضرائب في مساواة؟
بتسكير الطرقات في مساواة، بحمل السلاح في مساواة. مين حامل السلاح اليوم عند المسيحيين؟ طب هونيك، طب في سلاح مضبوط وموجه وهدفه معروف بالمقاومة، وفي سلاح فالت ومتفلت. هيدا وين المساواة هون؟ خامس شغلة، قال ما في هذا القانون لا يكتسب الدستورية وبينطعن فيه لعدم دستوريته. طيب إذا قانون بيأمن صحة التمثيل وفعالية التمثيل بده ينطعن فيه بحجة إنه ما أخذ بفقرة إعادة النظر بالمحافظات، يعني بشق المناطق على أساس المنطقة والدائرة هي المذهب، هذا بينطعن فيه. طب هين كتير نحن منطعن كمان بأي قانون ما بيأمن صحة التمثيل وفعاليته، لأنه هيدا نص دستوري واضح وعم بينمس بالمناصفة. فإذا كلها حجج لرفض المناصفة الفعلية. ليه؟ لأنه القانون الأرثوذكسي أول شيء شو بيأمن؟ أول شيء بيأمن النسبية، يلي لطالما قلنا نحن بدنا نعمل نسبية، هيدا الإصلاح السياسي الحقيقي، يلي النسبية بتمثل فيها الكل من دون شك، كل واحد بحجمه بنسبة تمثيله. اثنين، بيأمن أنه لبنان دايرة وحدة، دايرة وحدة يعني بيربط لبنان ببعض البعض، ما بيفككوا. ابن رماش مثل ابن شدرة، مثل ابن حدث بعلبك، ابن رشكيدة بالبترون مثل ابن صور، مش هونيك أقلية. ابن راس نحاش مش هون أقلية، مثل ابن بيروت أو صيدا. كل اللبنانيين مرتبطين مع بعضهم هي رابع شغل بمشروع سياسي. نحن منا رايحين نعمل الحزب الأرثوذكسي، ولن يكون، ولا الحزب الماروني، ولن يكون، ولا الحزب السني، لأنه لو شو ما كان رح يضل فيه انقسام. نشكر الله أنه بالبلد هالانقسام هو سياسي، منه طائفة، منه المصطفين المسيحيين بمحل، المسلمين بمحل، في قسم المسيحيين هون، قسم هون، قسم المسلمين هون، قسم هون، بيجوا كل واحد بيقدم حاله لناخبينه وبيتجمعوا بعدين اللي بيربحوا بأفريقا، إن كانوا اثنين أو ثلاثة مثل ما راغب القوة الثالثة، أو أربعة. الحزب الشيوعي له محله، يلي هو أكتر واحد له حق يرفض هيدا القانون، له محله لأنه بيرشح وبياخد من نسب تمثيله. إذا عنده 5 أو 10% ليه بده يكون برا؟ ليه؟ بيجوا هود الأفريقا بفوتوا. ليه التيار الوطني الحر ما بده يرشح عند المسلمين؟ من قال ما عنده؟ نحن لما عملنا الانتسابات تبعنا أول مرة كان 22% من أعضاء التيار مسلمين، من المنتسبين. مين بيقول ما من هذا اللي بيخوف؟ ليه مش تيار المستقبل يلي عنده اسم الله بكتلته نواب وزراء مسيحيين؟ ليه ما بيرشح عند المسيحيين ويشوف حاله شو بيطلع؟ وبعدين تندمج بالمشروع السياسي الأحزاب. بعدين في عندنا صحة التمثيل بهذا القانون بتتأمن، لأنه ما بيبقى في منطقة منا موجودة، وفعالية التمثيل ما بيبقى في صوت ما له قيمة، كل صوت عنده ذات القيمة. طب ليه 50,000 مارونة بالجنوب منشوف يصوت منهم 10,000 وأقل؟ لأنه ما في قيمة، اعتبريه ما في قيمة لصوته. زيت الشي بمطارح تانية، طيب مثل ليش في 516,000 مسيحي مش ممثلين؟ هيك كل مواطن أينما وجد بصير عنده الدافع والحماس أنه يروح يصوت على مشروع وعلى زيت القيمة، عم بيوصل نفس الشي. هلأ بيقولوا معروف النتائج، هذا قانون مش معروف نتائجه، مش محسومة نتائجه. ليه عم بيفترضوا انه محسومة نتائجه؟ مين قال انه نحن بنربح عند المسيحيين؟ مثل بتذكر تماما قلتنا لحدا بالدوحة من المسيحيين، قلنا له ليه عم تعتبر انه اذا اخذنا البترون
تصوت للبترون انه رح نربح، بركي خسرنا وهيك صار ربحوا. طب منيح، مش اجى حدا صوت عنكم، ليه اليوم عم تعتبروا اذا صار في تصويت عند المسيحيين احنا رح نربح؟ كنت تربحوا انتم عند السنة، عند الشيعة، عند زيت الشيء. فاذا مش محسوم النتائج، انا رح اقول لكم ليش انهم عم يعتبروا محسوم النتائج، لانه عم بيقيسوا على انتخابات 2009. انتخابات 2009 نحن فريقنا اخذ 860 الف صوت، فريقهم اخذ 715 الف صوت وربحوا هن الاكترية النيابية. بدهم هلا قانون تاني تضل الاكترية الشعبية، لو ضلت زيت الشيء يضلوا هن عندهم الاكترية، ياخذوا الاكترية الشعبية وبيقدروا، لانه تنحكيها بصراحة في توازن سني شيعي بالعدد، ما هيك؟ والمعركة عند المسيحيين، ياخذوا يربحوا. هيدا منه محسوم النتائج، هيدا مضمون لقلهم انه بدهم يجيبوا قانون هن يضمن لهم الاكترية بغض النظر عن الاكترية الشعبية. طيب شغلة سابعة ومهمة في هيدا القانون، الحد من المال. نحن يلي اخترعوا حجة انه السلاح يمنع النسبية، يلي هي اختراع، انا بقلكم سلاح المال افتك سلاح وبيمنع الاكترية، نحن بظل المال نرفض قانون على الاكترية، لانه الاكترية بدي اقول تأثير المال شو ما كان بيطلعك على عتبة 51%، فريق بياخد كل شيء فريق ما بياخد شيء بالنسبية. ايه شو بصير اذا طلع من 49 لل 51؟ يضلوا نص بنص بالتمثيل. فاذا حجة السلاح الواهية واني ما شفناها بال 2005 بالضاحية، لما نحن مثلا كنا ضد ونحكى عن فتوى نعملت واخذنا الأكترية الكبيرة بقلب حارة حريك وأماكن كتيرة غير. فإذا هيدي حجة السلاح إنه هو بيمنع النسبية، المال أخطر منه بكتير مثل ما قلنا، ولا قبول لقانون على مبدأ الأكثر بوجود المال يلي شايفينه كيف عم يتنزه، كيف تنزه بال2005 وكيف رح يتنزه هلا. طيب كل هيدا اللي عم نحكيه تنقول نحن الأرثوذكسي ما كان مشروعنا، ما كان طرحنا بالأساس، نحن طرحنا النسبية مثل ما قلنا قبل وحسب كنا مرينين بالدوائر. بعد بكركي صار مشروعنا الأول واتفقنا عليه كلنا المسيحيين انه هذا الخيار الأول. اليوم بعد اللي صار صار مشروعنا الوحيد. ليه عم بنقول مشروعنا الوحيد؟ لأنه نحن بهمنا المناصفة الفعلية. طيب في عنا ثلاث أمور بعتقد ما حدا في زيح عنا. أول شيء أنه ما في عودة لقانون الستين وما في انتخابات بقانون الستين، بعتقد ما بقى حدا مراهن هذا الموضوع. تاني شغلة أنه ما في إمكانية لا بلبنان ولا بغير لبنان يعمل قانون بيزل إجماع كامل حتى يضل حدا متضرر. إذا بدنا نروح ننبش عليه باللوب بالميكروسكوب تنلاقيه، منلاقيه كتير فتات، إنما الإجماع الكامل ما لح يتلاقيه. تالت شغلة إنه ما في قبول لقانون ما بيأمن المناصفة الفعلية. طيب بظل هودي كلهم ونحن عارفين إنه الكلام عن مناصفة فعلية منه عم ينبحث عن بدائل له، عشان هيك عم نقول المشروع الوحيد. ليه؟ لأنه لما أنا بقولكم إيه في قوانين نظريا بتأمن مناصفة فعلية بأشكال تانية، إنما في رفض بالبحث فيها لأنه في رفض للمناصفة الفعلية. يعني مثلا قانون بيقسم المسيحيين والمسلمين يصوتوا لبعضهم مش على أساس المذاهب، لانه انا بقول لكم ايه مش حلو انه الارثوذكسي للارثوذكسي بس بيصوت والكاثوليكي بس للكاثوليكي، هذا بينرفض قال بسبب الخلاف السني الشيعي. طيب قانون بيقسم المناطق حسب المناطق ينتخب
المسيحي للمسيحي والمسلم للمسلم، بيوصل على النتيجة ذاتها، وبيحترم المحافظات لما يتهدد بالطعن وغيره كمان بينرفض. طيب في كمان بدائل كتير تانية من أمور ممرحلة مش مركبة، يعني قانون مرحل مش مركب، بيوصل كمان للمناصفة الفعلية ما في قبول للبحث فيها. فإذا نستنتج من كل هيدا الشيء انه نحن اليوم قدام هجمة تكفيرية بالسياسة، مثل ما في موجات تكفير عم نشوفها بالمنطقة، بدل ما يجوا يقولوا ايه في خوف عند الاقليات تعوا نطمنهم، لا جايين بالسياسة نخوفهم اكتر ونقول لهم نحن عم نكمل بعضنا. مين ما كان من اي طرف كان، حدا خايف من اي حالة، مجبورين نفهمه من اي طرف من الاطراف المسيحية. اجا الطرف الشيعي قال ايه انا بطمنه، خايف من شو؟ من ولاية الفقيه؟ طيب صوت انت، لا انا ما رح افرض عليك، انت لنوابك. طيب فريق تاني خايف من الربيع العربي وما يسمى بالربيع العربي وموجود التكفير يلي عم تطوف عنه وتفوت على لبنان، نجي نمعن برفض المناصفة الفعلية ونصير نهدد انه لما بيجي قانون بده يأمن هالمناصفة الفعلية بدنا نطعن فيه، بدنا نخرب البلد، بدنا نقيم القيامة. هيدا يروح الدستور تبعنا عم نجي نضربه. طيب فإذا نحن ما رح نقبل ان نتعامل كرعاية، لا بالسياسة بالمفهوم الحريري، ولا كمواطنين بالمفهوم التكفيري مثل ما بيقول حزب التحرير. نحن مش رعايا، نحن مواطنين شركاء بالكامل ومناصفة. وإذا حدا بيقول غير هيك طلع يقول، ما حدا يهددنا بهيدا الواقع. ومثل ما بعض المسيحيين بيخضعوا للخوف انه اوعى بيفتحوا لكم هيدا الموضوع ومدري شو بيصير، هلا بدهم يفتحوا، يفتحوا هلا، ليه بدهم يفتحوا بعدين؟ باي وقت يفتحوا؟ نحن ما رح نقبل، هيدا دستورنا عاطي المناصفة. هيديك المرة اخذوا الدستور بالقوة وبالحرب، يجوا ياخذوه بالقوة وبالحرب مع فرق واحد، انه لا القوة لصالحهم بقى ولا الحرب ممكنة بقى بلبنان. فهول وسيلتين مش متوفرين، ما في الا السياسه والحكي، وفي عنا دستور يجوا يتفضلوا تا نعمل قانون المناصفه الفعليه يلي اليوم المتاح قدامنا هو قانون نسبيه الطوائف. شكرا. معالي الوزير، هل حلفائكم 100% يؤيدون هذا الطرح، خصوصا انهم لم يعلنوا عن الامر صراحه في اجتماعات اللجنه، وقلت انه هناك محاولات لابعاد البعض، من تقصد من يريد أن يبعد من؟ وهل الإجماع الماروني لا يزال كما هو تحت عباءة الكركي؟ لأنه ما يسرب وينسب لمصادر قواتية أن الدكتور راجع ليس راضيا على بيان الكركي، ماذا يعني ذلك؟ أول شيء التشكيك كان مسموح حتى عنا، إلى حين نسأل الموقف، مش بس بالإعلام، نسأل الموقف بجلسة بمحضر وسجل لحلفائكم؟ نعم، فما بقى له حدا حق يشكك، سجل وخلصنا هاي القصة، بدنا نخلص منها. اثنين، التشكيك بموقف كركي، طب طلعوا المانشيتات على موقف كركي، لقينا تاني يوم بالبطرك الراعي جامع الأقطاب زيته وطلعوا بالموقف زيته، وفكرة تمثيل الطوائف تمثيل كامل نحن مصرين عليه. ايه، ما بدنا المسيحيين يتمثلوا وحده، شو بدنا نظلم؟ ما بدنا حدا ينظلم ابدا. كيف لكن شو نحن جايين عم نقول بدنا ناخذ من حصه حدا؟ لم نقبل ولا منريد، ودفعنا حقها بالسابق بالمارونيه السياسيه، ما بدنا نكررها. فاذا هذا الموضوع ما حدا كمان يغمز منه، في مواقف تسجلت صارت بالاعلام تحديات،
صار تشكيك وتجارب عال. وصلنا للشيء المرجو، وصلنا له قالوا لنا اتفقوا يا مسيحيين نحن نمشي. اتفقنا، شو بدكم تروحوا تتحججوا هلأ بالميكروسكوب عم تنبشوا على واحد رافض؟ معي الوزير ما جاوبتني، مش التشكيك موقف بكركي، عم بحكي عن ما ينسب ويسرب من بعد اجتماع بكركي للأقطاب نحن ما فينا للقوات اللبنانية بعدم رضاها على البيان. بدي أقول لك شغلة، ما يريد أن يبعد من؟ هل فعلا هناك محاولة لإبعاد الرئيس بري عن هذا الإجماع؟ بدي أقول لك شغلة، نحن ما فينا نتعاطى بما ينسب لأنه كله عم يبين أنه تلفيق، ونحن ما فينا ما نشكر ربنا مئة مرة على هاي اللحظة اللي توفرت أنه اتفقنا. مش هيدا منينا؟ مش هيك عم بطلبوا منا شركائنا أنه اتفقوا؟ مش نحن كل المسيحيين بين بعضهم بيقولوا لنا اتفقوا؟ طب اتفقنا، ليه بدنا نروح هاي الفرصة؟ ليه بدنا نيجي نخون هاي اللحظة؟ ليه بدنا نيجي نرجع نشكك فيها؟ هلأ في حدا بده يتراجع؟ بيتراجع، هو بيعلن عن تراجعه، وأنا بشك إنه حدا يسجل على حاله، أو بدي أقول أكتر من هيك، ما يكون عنده قناعة داخلية وباطنية دفينة إنه منيح اللي صار هيك. هلأ مش وقت حسابات بين بعضنا، هلأ بتجي الانتخابات منصف الحسابات، ننزل نتنافس. شو رح ننزل نحن والقوات والكتائب عليها وحدة؟ ننزل نتنافس، يمكن نصير كذا شقف المسيحيين، لأنه المكان للكبار بعالم الكبار. نحن اليوم كل العالم هيك، ما بقى في دكانة، في سوبر ماركت، في مول، هيك نحن تخلفنا بحياتنا السياسية لأنه ضلينا لحقين مناطق وزواريب وألقاب. لما منروح على المشاريع، على الأحزاب الكبيرة، على البرامج، ساعتها منغني حياتنا ومنطورها. ممنوع بدنا نبقى لورا؟ الرافض اللي قائم على اللي قانون لقاء الأرثوذكسي، حتى رئيس الجمهورية منه معه، هل هناك رح يكون مثلا بديل بيقدر يكون قانون فؤاد بطرس اللي بيسمع، يعني اللي بيجمع النسبية مع الأكثرية، خصوصا أنه كمان إذا أول شيء وأنا قلت اليوم، لو صار في محاولة لعب فيه أنا ما بصدق أنه رئيس الجمهورية منه معه. طيب يقول ليه بدنا نصدق؟ يعني كل إمكانية، إذا قال واحد بده يدرس بيدرس، بس هو يقول أنا ما بقدر صدق إنه في حدا إلا اللي تاريخه هيك سجل وقفته على الكوع على طول، معود ما بقى فرقة معه، سجل وقفته على الكوع وكرر حياته السياسية ذاتها، خيانة ورا خيانة ورا خيانة، حق علينا يلي بنرجع منجيبه. بس أنا ما بصدق إنه بالمطلق هيك هيك بلحظة ضمير واحد بيقدر يفوت هيك فرصة لأنه رح تتسجل. بيكو كل شيء بيروح وبيجي، واحد اليوم بيعمل نايب بكرة ما بيعمل نايب، يوم بيعمل وزير بكرة ما بيعمل وزير، بس هاي اللحظات تسجلها التاريخ لأبد الأبدين. بدهم يلعنوه المسيحيين من هلأ ليوم القيامة، لأنه اجت فرصة داخلية وخارجية إنه يعملوا الشك الإيجابي اللازم ويعملوا نهضتهم. حاج بقى بيروح واحد على الخدمة المدنية ما بده يقدم فحص، بيقول لك في واسطة ما إلي محل، بيشوف اللايحة بيقول نحن قليل، كله وهم. عايشين بحالة الهجرة النفسية نحن وبقلب الوطن من وراء الأوهام يلي عم نعيش الناس تحتها وعم نرجع نترجمه. هلأ هيدي اللحظة يلي بتعمل الشوك الإيجابي وبترجع بتقول نحن كلنا بالسياسة عم نتوازن وعم نتعادل، تعوا نفوت على كل شيء. يا بدهم يتحملوا مسؤوليتهم المسيحيين وما يفوتوا هاللحظة، والمسلمين أهم، لأنه أنا أكيد أنه في أكترية كبيرة عند المسلمين، كبيرة، هي ما بدها إلى لبنان هيك، وما بدها لبنان بلا مسيحيين، بلا مسيحيين مش رعاية، شركاء. فهلأ في عند البعض أمر خارجي للأسف بظل هالمخطط الكبير الموجود، إنما الأكترية إن شاء الله بصير فرصة تنروح على هاي النسبية تنشوف كيف التمثيل بصير عند مسلمين عند المسيحيين.